حضرتك دفعتيها ولا حاجه في تحليل الكشف؟ لا والله مفيش خالص، كل حاجه مجانيه وحاجه كويسه جدا. بس بنقول للناس بس يعني يلتزموا الهدوء بس شويه ومش اكتر من كده يعني. الناس الحمد لله والناس مقدمين لك كويسين جدا. تمام، قد في فلوس ولا حاجه دفعتها؟ في فلوس دفعتها؟ لا مفيش اي حاجه. كله بالمجان. مجان؟ كله بالمجان. بطاقة بس قدمتها؟ بس انا بناخد صورة البطاقة والنباصة كله بالمجان. طب المبادرة دي يعني للريس؟ المبادرة دي 100 100، والناس بتطمن على صحتها، المبادرة كل واحد بيطمن على نفسه. انا لما باجي دلوقتي لقيت الحملة شغالة، انا ينفع المبادرة تطمن على نفسي. تمام. دي مبادرة كويسة بجد، وخدمة هنا 10. الاستقبال هنا كان عامل ايه؟ الاستقبال كويس جدا، الدكتور مجدي قايم بأجمل حاجة عاملها هنا والمصاريف قامت تمام. طب هل في حد عندك انت ممكن تجيبه النهارده ولا حاجه؟ اه اولاد حضرتك؟ اه انا جاي بنتي معايا هنا ايام، وانا مخزن ابني هيجيني كمان شويه. تمام.